بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب. عاملين ثلاث وصفات سهلين قوي ولذاذ جدا. اول وصفه هنعمل فراخ بدبس الرمان، وصفه سهله قوي. هنحط معاها مكعب مرق ماجي، هنعملها كده بطريقه لطيفه جدا، طعمها تحفه، ضروري تجربوها. والوصفه الثانيه ان شاء الله هنعمل سلطه خضار كله مشوي، حلوه قوي قوي كده، وطعمها طعم الخضار المشوي بيبقى ليه نكهه كده تحفه، ان شاء الله تعجبكم. واخر حاجه هنعمل كيك تفاح، وصفه برضو سهله جدا، مقادير بسيطه خالص، مناسبه كمان للشتاء لان فيها سنه قرفه على طبعا التفاح بقى كمان، وهنعمله كده كراميل، يعني مش هنعمله كراميل، هنحط في القالب اللي احنا هنعمل فيه الكيك شويه من السكر البني هيعمل لنا كراميل. وصفه حلوه جدا جدا ان شاء الله تعجبكم. هنقول مقادير الوصفه الاولى اللي هي الفراخ بدبس الرمان. معايا صدور فراخ كيلو بقى اقل، صدور فراخ على وراك كله هينفع. هنقطعها مكعبات، تمام. هنحتاج بقى للتتبيله دي نص كوبايه من دبس الرمان، نص كوبايه من دبس الرمان. دبس الرمان طبعا في ناس بتعمله في البيت ما فيش مشكله، ونبقى مره نعمله مع بعض، او بيتباع في ازايز في السوبر ماركت هتلاقوها مش غاليه وظريفه جدا، تجيبي ازازه كده تنفع قوي في الكلام ده. هحتاج نص كوبايه، ومعايا كمان ربع كوبايه من عصير الليمون، تمام. ربع كوبايه ده يعني هنقول تقريبا 3 4 ليمونات كده كبار حلوين، نعصرهم عصر محترم يعني. معايا معلقتين كبار من المستردة، وهحتاج طبعا مكعب مرق ماجي، وممكن برده شويه ملح شويه فلفل وبس. تتبيله بسيطه جدا وهقول لكم هنعملها ازاي. عايزه الاول اولع البوتاجاز هنا، نسخن الكلام ده كده، وهجيب بوله. نجيب البوله ايه اللي هي الكبيره الحلوه دي، عايزه احط كل الدريسنج اللي انا قلت لكم عليه دلوقتي، اللي هو نص كوبايه من دبس الرمان كده اهو، ومعايا عصير ليمون ربع كوبايه من عصير الليمون بس كده، حط رشه ملح وفلفل، فلفل والمستردة، ونقلبهم كويس قوي. كده نخليهم كده يختلطوا حلو مع بعض كده كده. ده كده ايه يا جماعه الدريسنج. انا عايزه اجيب بوله تانية برضو صغيره، خليها هنا جنبي علشان عايزه اقطع الفراخ. معاكم دلوقتي صدور الفراخ، او زي ما اتفقنا ممكن صدور على وراك، يعني اللي موجود عندك في البيت هينفع. احنا عندنا النهارده كده ايه صدور اهي، صدر فرخه كده كبير وعظيم، عايزين نقطعه. طيب بقى مكعبات زي ما تحبي، انا مش هخلي المكعبات لا صغيره قوي ولا كبيره قوي، تمام كده اهو. الحجم ده كده حلو قوي. هذا الشكل الظريف دي كده نصين، ودي برضو نخليها اتنين، دي نخليها تلاتة كده اهو. كده اهو دول كده ايه الفراخ. هناخد شوية كده من الفراخ نحطهم بقى في البولة الفاضية دي. حاضر حالا يا استاذ طه. تمام اهو، بوله فيها الفراخ وبوله فيها التتبيله. هنعمل ايه؟ انا هاخد شويه من التتبيله احطها على الفراخ، والشويه الاكتر ها هنحطهم على النار، تمام. هوريكم دلوقتي ازاي، عشان احنا عايزين نسوي التتبيله دي لوحدها غير الحبه اللي هيبقى ايه بنتبل فيهم الفراخ. تستغربوش، خطيره، استنوا بس اقول لكم دلوقتي. اهو هناخد شويه من التتبيله على ايه الفراخ كده بس،
ونقلبهم كده. تمام، رش كده عليها رشة فلفل خفيفة كده بس من فوق. تمام، وعندنا بقى الطاسة سخنة سخنة هنا كده على النار اهو، هنزل فيها الفراخ بالتتبيلة الحلوة دي. طبعا طبعا يعني يفضل ان احنا نسيبها شوية كده في التتبيلة دي، مثلا ربع ساعة 20 دقيقة، ده يبقى حاجة تحفة. ونقوم حاطينها على طول هنا في الطاسة السخنة دي كده بالتتبيلة بتاعتها بكل حاجة كده. عايزين بقى الفراخ ايه تستوي، وهنيجي هنا بقى على الطاسة التانية دي هعمل ايه، هحط باقي التتبيلة بقى اللي احنا ايه مخليينها مكان يعني مش مكان الفراخ بقى، احنا قسمناها واخدين بالكم معايا، فهحطها في الطاسة هنا الباقي كده اهو، وهحط لها مكعب مرق ماجي واحد بس هنا كده مع التتبيلة، هو هيسيح معاها دلوقتي هتشوفوا. كده وعايزين بقى ده يغلي وايه ويتقل شوية، يعني هنسيبه كده يغلي ويتقل شوية، مش هحتاج احط له بقى ملح ولا فلفل ولا اي حاجة، مكعب مرق ماجي هيظبط لنا الطعم لان كده كده فيها ملح ومظبوطه، واحنا كده كده برضو التتبيله اصلا حاطين لها ملح وفلفل. بصوا انا عايزاها بس ايه يعني تتقل شويه عشان ده هحطه على الفراخ بعد ما تستوي. احنا ممكن بقى نبدل، نخلي الفراخ جنبي هنا، نخلي ده هنا كده، اول ما المكعب يسيح هسيبها بقى تغلي زي ما اتفقنا، يعني نسيبها مثلا 5 دقايق ولا حاجه، اول بس ما تتقل كده وتبقى سميكه الصوص يبقى سميك هنطفي عليها. ونيجي بقى هنا للفراخ الحلوه دي، عايزاها بقى ايه يعني هي نزلت بالصوص اللي احنا كنا عاملينه عليها التتبيله بتاعتها، هتشربه بقى كله وهنلاقي الفراخ بقى ايه استوت كده واتحمشت شويه وبقت هايله كده. عايزه اعلي النار دي بقى كمان اكتر لغايه ما الفراخ الحلوه الخطيره دي تستوي. والصوص ده انت اخبارك ايه يا صوص يا حلو؟ الصوص ده لما هيتقل بقى شويه بعد ما نحط الفراخ نقوم حاطين عليه الصوص التحفه ده اللي احنا عملناه وحطينا عليه مكعب مرق ماجي. لسه بيتقل اهو، الريحه حلوه جدا. ايه هي فراخ اهو، لو وراك بقى كمان هتبقى طبعا، انتوا عارفين انا بحب الوراك، بالنسبه لي الوراك احسن من الصدور. شيل بس الكلام ده كده، نعمل فضة شويه والقرمه دي نشيلها برضو عشان نغسلها بس كده. خلاص انا الصوص ده هطفي عليه حالا، هو تقل وبقى كويس قوي، مش هحتاج منه اكتر من كده عشان نحطه على الفراخ. بصوا معايا اهو تقل خالص اهو، بقى ظريف جدا تحفه اهو. خليه كده على جنب ونركز بقى مع الفراخ. ايه هي فراخ؟ ايوه اهي داخله في التسويه اهي. هتفضلي كده وراها لغايه لما تتاكدي ان الفراخ استوت، تفضلي تقلبيها، او لو عايزه بقى تحطي لها شويه ميه وتغطيها مثلا ممكن تعملي كده علشان تتاكدي انها استوت، عايزينها تستوي خالص. عشان كده بقول لكم بقى لو الوراك، بس احنا كان عندنا في الثلاجه النهارده صدور فقلنا هنعملها. الوراك بتبقى اسرع في التسويه، بس في ناس تصدقوا ما بتحبش الوراك، تصدقوا منهم اخويا عمرو، اخويا يحب الصدور اكتر بكتير. اهو
اهو. انا عايزه اتاكد ان الفراخ استوت، فايه فممكن نجيب كده السكينه ولا حاجه عشان اطمن واكمل الحكايه. لسه شويه صغيرين يعني، هنعتبرها يعني خلاص دقيقه واحده، عشان قطعت واحده كده عشان اطمن. ومش هحتاج كده احط لها بقى ولا ميه ولا حاجه. اهو كده عايزه اجيب الطبق اللي هقدم فيه. احطها هنا كده. خلاص يا فراخ يا حلوه، فراخ استوت. هنحطها كده في الطبق اهو. ومعايا بقى ايه الصوص الحلو اللي احنا تقلناه ده، نحطه كده عليها من فوق. كده اهو بس كده، بالهنا والشفا يا جماعه. طعمها بقى فظيع. ممكن نجيب لها كده ورقه بقدونس ولا حاجه عشان الشياك، عشان الطبق يبقى امور شكله حلو كده اهو. ظريف جدا جدا، عايزاكم تجربوه، هتلاقوا طعم الفراخ حلو قوي قوي. طبعا اكيد اكيد انا بعد الحلقه هقوم ماسكه الطبق ده ودايقاه ان شاء الله يا رب تكون الوصفه عجبتكم. دي اول وصفه، هنطلع فاصل وانا هحطها بقى هناك عشان نرجع بعد كده نعمل سلطه خضار مشوي. يعني بصوا يا جماعه تك تك كده هتخلص هوا، وسهله جدا وهتبقى حلوه قوي مع الفراخ اللذيذه دي. فخليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. هنعمل دلوقتي سلطه خضار مشوي حلوه جدا جدا، تحفه ان شاء الله هتعجبكم. كل انواع الخضار اللي عندك تقدري تشويها. احنا كل اللي احنا عملناه ان احنا الفلفل اتقطع مكعبات وعلى الجريل كده او حتى في الفرن مع معلقه زيت خفيفه تدي لمعه وتساعد في الشوي، تعمل لنا كده القرمشه الشوي. عايزه ما تحطيش زيت خالص مفيش مشكله. احنا هنا عندنا فلفل بقى حامي مشوي، بصل نفس الحكايه، بعد ما البصلايه اتشوت كده شلناها واحده واحده ورقه ورقه يعني من البصل. معانا فلفل رومي اخضر، معانا طماطم، طماطمايه متقطعه جوانح كده، معانا بتنجان. كل ده اترص في نفس الصينيه ودخل الفرن بعد ما حطينا عليه كده ايه رشه زيت من فوق. فرن سخن درجه حراره 200، وممكن ايه ترجيهم. البصل المشوي بنفتحه بقى ونطلع منه ورق البصل بعد ما بيتشوي، والفلفل زي ما قلت لكم كده كده بنشويه وهو متقطع مربعات، او عايزه تشوي الفلفلايه زي ما هي وبعد كده تقطعيها اوكي، بس هي لما تتشوي وهي متقطعه كده هتبقى احلى، تبقى يعني ايه الشوي بتاعها هيبقى الطف. البتنجان نفس الحكايه، والطماطم نفس الحكايه. تقدري بقى كمان تحطي معاهم فاصوليا، تقدري تحطي معاهم كوسه، تقدري تحطي معاهم بطاطس، يعني جزر، كل ده في الشوي هينفع جدا ويبقى تحفه. حطيهم كلهم كده في صينيه واحده، رشه ملح وفلفل، معلقه زيت، وفي الفرن بيتشوا بيبقوا فظاع. هنعمل لهم دريسنج بسيط جدا تافه عباره عن ايه، زيت زيتون، عصير ليمون، وملح وفلفل اسود بس. واحنا كده كده رشين على الخضار رشه ملح وهو بيتشوي، سهل جدا. ناكله بقى مثلا مع جبنه بقى، مع عيش محمص او عيش بلدي، سلطه حلوه قوي. هطلع بوله واعمل الدريسنج. زيت زيتون، عايزه تحطي زيت عادي ما عندكيش زيت زيتون مفيش مشكله كده اهو. انا هقوله تاني، انا قلته على فكره يا شباب، هقوله تاني. تمام، سلطه الخضار المشويه، معايا بتنجان مشوي،
طماطم مشويه، فلفل رومي اخضر او الوان مفيش مشكله مشوي، معايا فلفل برضو حار اللي هو قرون الفلفل الاحمر او الاخضر، لو تحبي برضو تشويه بيبقى فظيع معاهم بقى. تمام، بصل مشوي ده اللي عندي. انت تقدري تضيفي كمان على الخضار المشوي ده زي ما اتفقنا، كوسه، فاصوليا، جزر، بطاطس، هيبقوا لطاف جدا. عايز تحطي بطاطا كمان حلوه جدا، هتوديه في حته ظريفه برضو. الدريسنج البسيط او الصوص اللي احنا هنحطه على السلطه عشان يعمل لها طعم، هنحتاج زيت زيتون وعصير ليمون وملح وفلفل. الكميه قد ايه؟ يعني حسب كميه الحاجات اللي انت هتشويها، ما تعمليش كتير في جميع الاحوال، فاهمه قصدي؟ عشان ايه ما يبقاش الصوص كتير قوي مقارنه بشويه الخضار المشوي اللي انت عاملاه. بس كده انا حطيت اول حاجه هو زيت الزيتون، عايزه احط عصير الليمون بقى، ملح وفلفل، سهله قوي. هو بس القصه كلها ان انت هتقطعي شويه خضار وترميه في الفرن يتشوي كده. نقلب الكلام ده كله، زيت الزيتون والليمون والملح والفلفل كده كده كده. عايزين كمان تحطوا مع الخضار المشوي بروكلي، هيبقى حلو برضو جدا عشان ايه نستفيد بكل حاجة. نجيب بقى ايه، ممكن نجيب على طول في الطبق اللي احنا هنحط فيه السلطة ولا نعمل ايه يا مروة؟ لا نحط في بولة الاول اهو. تعالى يا خضار يا مشوي يا ظريف، فلفل الرومي المشوي، البصل، ورق البصل المشوي، الفلفل الأخضر تقطع مكعبات ومشوي، والطماطم المشوية والبتنجان المشوي كده اهو. اهو ده كل الخضار المشوي اللطيف، نحط عليه بقى الدريسنج اللي احنا عملناه سوا مع بعض دلوقتي. عايزين تحطوا كمان مع الدريسنج ده فصين توم مفرومين، هيبقى برضو حلو، او حتى معلقة واحدة من التوم البودرة، هيبقى برضو حلو قوي. بس صدقوني بقى دي عايزة عيش وجبنة واديله بقى خطيرة كده. شوفوا الزيت اللي احنا حاطينه على الخضار وهو بيتشوي بيديله كده لمعة، لكن لو انتي مش عايزة عشان تبقى الحكاية هيلتي فيلتي يعني مفيش مشكلة كده. ممكن بقى ايه نجيب شوية يعني ورق بقدونس او ورق كزبرة مثلا، الورق الفريش ده بيبقى جميل قوي. بس كده انا خلصت السلطه، بس شفتوا بقى عشان تعملوها كده. احنا كمان بعد الفصل هنجيب شويه جبنه كده نحطها مع العيش والطماطم تشيري الحلوين اللي جنب الطبق السلطه ده، وهنروح فاصل عشان عندي بعد كده بقى وصفه كيك، فاستنونا بعد الفاصل بقى، خليكم معانا. انا جيت هنعمل دلوقتي بقى على طول الكيك بتاع التفاح، حلوه قوي وسهله كده ومقاديرها بسيطه. بصوا انا معايا بيضه، بيضه واحده بس، معايا ربع كوبايه من السكر، سكر ابيض عادي مفيش مشكله، او سكر بني لو عايزه تحطي مفيش مشكله برضو، ربع كوبايه، ومعايا نص كوبايه من الزبادي. تمام، معايا برضو 25 جرام من الزبده السايحه، 25 جرام من الزبده السايحه يعني تقريبا هنقول 3 معالق كبار من الزبده وتكون سايحه. تمام، كوبايه دقيق واحده بس، معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، طبعا معايا تفاح متقطع مكعبات صغيره، مش صغيره قوي يعني، وبقشره عايزين تقشروه مش مشكله يعني براحتكم، وبرده ايه ونص معلقه صغيره من القرفه هنحطها مع الدقيق. هحتاج كمان يا جماعه سكر بني تاني غير الاولاني اللي جوه الكيك،
تقريبا معلقه كبيره او معلقتين، علشان هنرميهم في صينيه الكيك قبل ما نحط التفاح وعجينه الكيك عشان يكرملها لنا كده وتبقى ظريفه ان شاء الله تعجبكم. هطلع بوله كبيره وهنعملها بالمضرب اليدوي العادي، المضرب السلك اليدوي، نجيبوه هنا كده اهو. واول حاجه هنضرب البيضه، بيضايه واحده فقط كده، نحط معاها السكر ونحط معاها الزبده وبعدين الزبادي كده، كده كده نقلبهم بقى كويس قوي. ومعايا بقى الدقيق، الدقيق هحط عليه رشة ملح كده، والبيكنج باودر، وكمان القرفة. نقلب كده الدقيق بالبيكنج باودر وبالقرفة ورشة الملح، ونضيفه هنا على الخليط ونقلب كده اهو. نقلب كده كويس، سهلة قوي كلها على بعضها كده، لطيفة جدا. هو بيبقى الخليط بتاعها بقى بيبقى سميك تقيل مش خفيف، بس زي ما انتوا شايفين كده. هو ده كده عجين الكيك اهو، بصوا بيبقى تقيل بالشكل ده، تمام زي ما اتفقنا. انا بقى معايا القوالب كيك اللي هي الالومنيوم، هجيبها لكم تشوفوها دلوقتي، استنوا كده اهي، ظريفة جدا والاستخدام مرة واحدة وخلاص. عايزة تعمليها في صينية كيك عادية مفيش مشكلة زي ما تحبي. انا عايزة ادهنها الاول، عايزة ادهنها بشوية زبدة، معلقة زبدة صغيرة كده هدهن بيها القالب زي ما انتوا شايفين، بصوا كده اهو. وبعد كده معايا بقى السكر البني اللي انا قلت لكم عليه، معلقه كده السكر البني بقى ده هيخلي لنا الدنيا ايه مكرمله كده وظريفه لما تدخل الفرن. ومعايا التفاح، تفاح متقطع مكعبات، انا عايزه ايه اتخلص من الميه اللي في التفاح دي خالص. احنا طبعا كنا حاطينه في ميه وليمون عشان ما يسودش، عشان اوريكم وانا بعمله. نصفيه من الميه خالص، وايه هنحط بقى ايه شويه تفاح كده على السكر البني والزبده، تمام كده بالشكل ده، يعني نملى الفراغ على قد ما نقدر كده بالتفاح. ومعايا بقى ايه خليط الكيك هقوم حاطاه عليهم من فوق كده، هذا الشكل الظريف، وهوزع الخليط كويس. طبعا تقدري تعمليها في قالب كبير وتضاعفي الكمية، احنا عاملين ايه قالب صغنون كده، انت عايزة تعملي اكتر براحتك. بالشكل الظريف ده كده، وهتدخل الفرن، فرن سخن درجة حرارة 180 زي اي كيك في الدنيا لازم درجة حرارة 180. هياخد له تقريبا احنا بنتكلم مثلا في 20 دقيقة 25 دقيقة، وتختبريها وتتأكدي بنفسك انها الكيك استوى. عايزينها على الرف اللي في النص تمام، وما نبقاش مشغلين الشواية طبعا، اوكي. ممكن تاخد اكتر كمان من 25 دقيقة، المهم بس ان انت لما تختبريها بالسكينة او بالستيك بتاع الشيش طاووق تطلع لك فاضية من غير عجين خالص، وتسيبيها تهدى وتبرد تماما. بعد كده تبتدي بقى تفتحيها وتقلبيها بقى، هتلاقيها لطيفه جدا. انا معايا طبعا كام واحده عاملاهم، عايزين نقعد نفتحهم مع بعض دلوقتي ونقدمهم سوا، بس افضي مكان واجيبها لكم، نشيل برضو الكلام ده
اهم. بصوا بقى ايه شكلهم، حلو قوي اهو. بالقالب الظريف ده عايزه اجيب الطبق اللي انا هقدم فيه، عايزه اوريكم شكلها. احنا ايه بنفتح الالومنيوم ده كده، الكيكه بقى ان شاء الله تقلب معانا على طول اهو. بصوا ظريفه خالص اهي، تمام. السكر البني تحفه معاها. احنا هنحط دي كده مقلوبه، ممكن الباقي نحطهم معدولين بقى ولا ايه، عشان عايزاكم برضو تشوفوا شكلها من فوق. كده بقى مثلا دي واحده، وكمان ادي التانية كده، والتالتة نقلبها، اقلبها كلها علشان تشوفوها. ماشي اهو، عشان يبقى باين شكل التفاح اهو. دي نخليها كده. معانا صوص كراميل ممكن تحطوا عليها، احنا معانا هنا تفاحه حلوه، هنجيبها هنا ونحطها هنا كده، عشان احنا حطينا معاها تفاح اخضر. يس انا هشيلها. ظريفه بقى قوي القوالب بقى دي بصراحه، وما بتخليش الكيك يلزق، يعني ما تبقيش شايله هم بقى ان الكيك ايه لزق ولا حاجه. وبالهنا والشفا بقى، وصفه كيك لطيفه جدا بالتفاح. اشيلها، شكرا. نوديها بقى هناك كده، اوعي يا تفاحه تقعي، اوعي اهو. بس كده الحمد لله احنا خلصنا الحلقه، يا رب تكون عجبتكم. عملنا اول وصفه، عملنا الفراخ بطريقة سهلة جدا بدبس الرمان، وكمان حطينا معاها المكعب مرق ماجي، ظريفة جدا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، حلوة قوي. والوصفة التانية عملنا سلطة خضار مشوي، سهلة جدا وبسيطة وسريعة كده، اوام اوام، كلها طعمها بجد نكهات الشوي اللي فيها مع الخضار المختلف المشكل ده طعمها تحفة. زي ما قلت لكم تقدروا تضيفوا لها فص ثوم مع الدريسنج اللي احنا عملناه اللي هو زيت الزيتون والليمون والملح والفلفل، هتبقى برده لطيفه جدا. وتتاكل بقى مع جبنه زي ما انتم شايفين، الجبنه الفته الحلوه دي كده مع العيش البلدي بقى ومع ده بالشوكه، خطيره. واخر وصفه عملنا الكيك، كيك التفاح، وصفه برده حلوه جدا، كيك التفاح المقلوب كده حلوه قوي، فيها سنه قرفه خفيفه مناسبه كده للاجواء الشتويه ولطيفه قوي، ان شاء الله هتعجبكم. جربوا الوصفات، وبشكركم جدا جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، يا رب يفضل البرنامج كده بيعجبكم. وشوفوني كل يوم الساعه 2 على قناه النهار. باي باي.